امين شي بزنس بدا ب 2000 درهم واش لا دروب شيبين وتجاره الكترونيه فيها باقي فيها ما يدير. شوف اخويا ما كاينش شي دومين باقي زعما ما كاينش شي حاجه ما فيهاش ما يدير، كلشي فيه ما يدير، حيت ملي كتكون كتخدم بلا باسيون كلشي فيه ما يدير. خصنا نتفقوا على واحد القضيه اخويا، ان ربي كل واحد فينا عطاه موهبه، غير كاين اللي عاق بها وكاين اللي ما عاقش بها. راه كل واحد فينا ربي عطاه موهبه، كاين عندك موهبه، كل واحد فينا عنده موهبه، كونوا على يقين. غير كاين اللي عاق بها وخدم عليها وطورها وفكر كيفاش يحول ديك الموهبه ديالو لواحد البيزنس ويدخل منه الفلوس. كاين اللي ما عندوش هذيك الموهبه، ماشي ما كاينش ما عاقش بديك الموهبه اللي فيه، ما عاقش بها، باقي ما عاقش بها. حاول انك تجلس مع راسك وقول اشني هي الموهبه ديالي، اشني هي الحاجه اللي انا تنغيزها، وفكر كيفاش هذيك العيبه اللي انت كتغيزها تحاول انك تربح منها. مثلا انا شخصيا كنغيز شي حاجه سميتها التحقيق الرقمي، كنغيزها حيت عندي واحد الباك جراوند في لا سيكوريتي، اذا كنعرف، اذا هذا واحد لو دو عندي، واحد الموهبه عندي. فكرت كيفاش انني نردها بيزنس، وغادي وملي بغيت نردها البيزنس وليت تنحط درت واحد البيزنس بلان من نهار غنبدا هذا البيزنس حتى لهذا. بغيت اخويا انا غير نضرب غير واحد البريستاسيون في شهرين، شويه وليت بغيت دو بريستاسيون في الشهر، شويه وليت بغيت تروات لي بريستاسيون في الشهر، وليت تنطور هذاك لو بيزنس. وما حد كتطور لو بيزنس ولا الاشاره ما تنفكرش في الفلوس، كنتفكر دوك لي تشالنجز اللي كندير، تنتمتع دوك لي تشالنجز اللي كندير، حيت اون فوا انت كتخدم اون فوا الفلوس كيجي. قديت اخويا نبدا الدروب شيبين ولا ندير ايكو، شوف انت لو دون ديالك فين كاين، فين انت عندك الموهبه ديالك، شنو هي الموهبه اللي عندك. تقدر كاع ما تكون لا دروب شيبين لا والو، تقدر تكون عندك موهبه اخرى. راه ما تكونوش الاخوت بحال الناس اللي تيحكوا القدره بالصابون البلجي، راه ماشي غير حيت اي كوميرس ولا حيت دروب شيبين. هذاك اخويا كيضرب الصف في الدروب شيبين حيت عنده ان دون، عنده واحد الموهبه، داك الشيء وطورها ولا كيضرب. ماشي بالضروره تكون عندك نفس الموهبه، راه انت تقدر تكون عندك موهبه في الرسم، تقدر تكون عندك موهبه في الكوبي رايتين، تقدر تكون عندك موهبه في الديزاين، تقدر تكون عندك موهبه، تقدر تكون عندك موهبه في المايلين. فحاول انك تجلس مع راسك وشوف شنو هي الحاجه اللي انا كنحس براسي موهبه، شي حاجه عندي وما عندش صحابي، شي حاجه اللي ما عندش الناس، ونحاول نطور هذيك الموهبه اللي فيا. احسن باك اللي جمع الفلوس في المغرب، احسن باك اللي جمع الفلوس في المغرب هو الدار، هو الجليجه، بنك الجليجه، بنك الجليجه الاسلامي، الا كنت كتخرج العشور بطبيعه الحال.